ولذلك ننتقل بعد بحول الله مباشرة إلى الآية التي تتلو، وذلك قول الله جل وعلا: قل يا محمد عليه الصلاة والسلام، قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، كلهم هادوك وهادوك اليهود الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. هذا مقطع آخر مرتبط بما قبله ومؤدٍ إلى ما بعده، وهو من أعظم الحكم التي صاغها الله جل وعلا في هذا الكلام الرباني العجيب. حري بالمؤمن الذي يريد فعلا أن يسلوك إلى الله جل وعلا بصدق وأن يصل بأمان وسلام أن يتدبره. وما أنزل القرآن إلا لتدبر. اليهود كانت عندهم واحد الدعوة، عندهم وعند النصارى كيقولوا ما يدخل الجنة غير اليهودي، النصارى كيقولوا ما يدخل الجنة إلا النصراني، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، يعني كيتمنوا تلك أمانيهم، كيتمنوا وتلك الأماني بلا برهان ما عندهم عليها دليل، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. هذا التعبير هذا دال على أن الكلام قالوه جوج ديال الفرقات هما اللي قالوه. فرقة اليهود قالوا وقالوا ليدخل الجنة إلا من كان هودا، ما قالوش أو نصارى، هما لا غير هودا، يعني هما ما كيعترفوش بالنصرانية، هما اللي بغوا يقتلوا سيدنا عيسى، بغوا يقتلوه، حاولوا لم يفلحوا لكن كانت المحاولة. ولذلك لا يؤمنون بعيسى عليه السلام ولا بمحمد عليه الصلاة والسلام. أما النصارى قالوا عودهما لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا، إلا من كانوا نصارى يعني. فلا اليهود ولا النصارى، كيرد عليهم رب العالمين، ويخص أساسا ها هنا في هذا السياق اليهود، لأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، دعوة يعني الفهمات الكبيرة الخاوية، دعوة. الله تعالى كيجاوبهم في هذا السياق، جاوبهم في سياقات متعددة بمقاصد مختلفة، ولكل سياق قصد متميز متفرد، لأن القرآن الكريم لا يتكرر منه شيء البتة. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لأنه الإنسان كيبدا يتساءل، هاد الفشوش، هذا الدلال اللي كان عند اليهود اللي كان كيخاطبهم سيدنا عيسى سيدنا موسى، وعاود خاطبهم سيدنا عيسى ولم يؤمنوا، وكيخاطبهم سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا، ما لهم؟ يعني لأنهم كانوا كيتحدوا الله تعالى مباشرة، ادعوا لنا ربك، اذهب أنت وربك، يعني واحد قلت الأداب. منين جاي وما جاي؟ من بين أهم أسباب المرض اللي عندهم في هذا الشيء أنهم عندهم واحد العقيدة مفترات كذبوها عليهم الأحبار ديالهم، وصدقوها بما في أهوائهم من حب المال، صدقوها، وهي أنه لن يعذبهم الله إلا أياما معدودات، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يعني هذه الدعوة خلتهم يعني مستعدين يديروا جميع الجرائم ويديروا جميع المصائب على أساس أنهم الجنة عندهم ديالهم غير هما، وما خلق العالمون إلا لخدمتهم، يعني جميع جنس البشرية ما خلقها الله إلا لخدمة اليهود، هكذا يظنون، ولذلك يغشوا العالم، يسرقوه، ينهبوه، يقتلوه، ما كاين بس ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، يعني الحساب بيناتهم هما، يعني اليهودي ما يظلمش اليهودي ما يكلوش ديالو، إلا وقع بيناتهم شي حاجة غادي يتحاسبوا يوم القيامة، اما الى ظلم مسلم ولا ظلم نصراني ولا ظلم شي واحد اخر ما كاين حساب في داكشي غير ذبح. ليس علينا في الاميين سبيل،
فإذا أنتم ضامنين الآخرة، هذا المعنى، الآخرة عندكم مضمونة، الجنة مضمونة. طيب إلا مضمونة، ربي تحداهم بواحد تحدي من أعجب ومن أغرب أنواع التحدي ما وجدته في القرآن مثله، تحدي غريب جدا وما قدروش يديروا. سبحان الله العظيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، يعني بوحدكم صفية لكم انتما من دون الناس، غير انتما بوحدكم، الدار الآخرة التي يقصد بها هنا الجنة غير لكم انتما، عند الله موجدة من دون الناس خالصة لكم. إذا كنت تقولوا هذه الدعوة كتأمنوا بها وصادقين، إوا كنتحداكم بحاجة واحدة، تمنوا الموت. تعرفوا شنو هي تمنوا الموت؟ ماشي يقولوا لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام رحنا ما كرهناش نموتوا، لا، غير يتمناها في خاطره، تمناها في قلبه، كاع ما يقولها لي أنا، تمناها، تمناها لداخل، كنتحداك تمناها لداخل في قلبك دون أن تعلن عنها، وما قدروش. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله يقول بأنهم لو تمنوه داخل قلوبهم لأخذهم الله من الأرض، يمسحهم من الأرض، لكن علموا أنهم يتحدثون. شوف الكفر ديالو كيفاش داير، عارفين، عارفين ما عندهمش غرام ديال الشك أن هذا اللي كيتكلم معهم رسول حقيقي، وأن هذا الذي يتلى عليهم كلام الله حقيقي، وأنه إلى لعبوا معاه مشاو في المزاح. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، غير تمنها في قلبك، هذه وما قدروش يديروها، والله تعالى حكم بذلك ولن يتمنوه أبدا بما قدمت يديهم، نافى الحاضرة والمستقبل. وفي الآية الأخرى ولا يتمنونه، يعني لا هو في الحاضر ولا في الحاضر المستمر ولا في المستقبل البعيد، في الآية الأخرى أبدا، نفي التأبيد إلى يوم القيامة. علاش؟ لأن عارفين اش دايرين، عارفين اش دايرين بما قدمت يديهم. شيء عجيب جدا، يعني شوف العقيدة العجلية فين كتوصل مولاها. ولذلك قلت الآيات مترابطة، كتوصل لدرجة أنه يعلن تحدي على رب العالمين وهو يعلم، عارف كل شيء، وعارف بأن الله تعالى شديد العقاب، وأن هذا الكلام هذا كلام رسول. راه اليهود ما كانش عندهم غرام ديال الشك في أن سيدنا محمد نبي حقيقي، موقنين بأنه نبي، ولكن ما بغاوش، لأن ماشي يهودي، ماشي من بني إسرائيل، جي عربي، ما بغاوش. ويعني وكيتعنتوا على رب العالمين، كيقولوا تجيب لنا رسول مننا نآمنوا، من غير مننا لا، ما بغيناش. ولو أنه أرسل إسرائيليا من بني إسرائيل لكفروا به. علاش؟ لأنه حتى ولو أرسله الله يهوديا غادي يجيب الحق، وما مستعدينش هما للحق. ومن قبل سيدنا عيسى منين جاء؟ من اليهود. شنو هو عيسى عليه السلام؟ إسرائيلي. شحال واحد كيسحب له يعني بسبب يعني التحول البيئة والظروف أنه سيدنا عيسى، حتى النصارى ديالو ربا غلطين في هذا الشيء. هذا القرآن واضح مسطر الأمور، كيسحب عدد ديال الناس كيسحب لهم يعني سيدنا عيسى فرنساوي ولا إنجليزي، ولذلك مصورينه في الكنائس ديالهم دايرين له عينيه زرق ووجهه بيض زعر رومي، عمره ما كان هكاك عليه الصلاة والسلام. كيتخيلوا هو سيدنا 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 عيسى من الشرق العربي من فلسطين، ما عمره ما كانت عنده ديك الهيئة عليه الصلاة والسلام، خيال تخيلوا. فعيسى عليه السلام يعني كان منهم، من 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 آل عمران، ولد مريم، ومريم شكون هي؟ يعني من بني إسرائيل مريم، وعمران أبوها من بني إسرائيل، فجاهم يهودي ديالهم وجاب لهم التوراة والإنجيل، ماشي جاب لهم غير الإنجيل بوحده، لا، جاب التوراة وجاب الإنجيل بجوج، وكفروا لأنهم كما قلنا من قبل بغى يقلع لهم الربيعة. يعني أولئك القوم من سدنة، يعني مالين مالين الحيازة على الأموال، اللي بدأوا كيبيعوا الفتوى يتخلصوا في الفتوى، يحللوا وحرموا مقابل الأموال، ويسيروا الأمة إلى الضلال مقابل الأموال، أرفضوا يجي الحق. ولذلك حتى ولو أرسل الله رسولا إلى بني إسرائيل من بني إسرائيل في زمان محمد عليه الصلاة والسلام لكفروا به، بل قتلوه كما قتلوا الأنبياء من بني إسرائيل. على زكريا ويحيى منين هما؟ وقد قتلهم بنو إسرائيل، يهود، يهود هما يعني من بني إسرائيل، وجاءوا أنبياء وجابوا الحق ودبحوهم اليهود، ولد عمهم وخوتهم وأسر ديالهم،
فلذلك يعني العقيدة العجلية تعمي، وكما أنها أصابت بني إسرائيل قد تصيب المسلم مع الأسف. وهذا الشيء باش كيحكي الله في القرآن، وهذا الشيء كنشوفه كيف أن المال يوصل بالإنسان إلى أسوأ دركات الكفر، ويدير أبشع الجرائم، أبشع الجرائم اللي تشوفها في المجتمع كتلقاها ترجع في كثير من الأحيان، في كثير من الأحيان لعبادة العجل المادي. لهذا الله سبحانه وتعالى يعني تحدى اليهود تحدي نفساني، نفساني زلزال نفسي، كيقول له وكان تحداك غير ما تتكلمش، يعني اعتقد في نفسك ودير في الباطن ديالك أنك تتمنى أن تموت، لا يستطيع، يعني كارهوا الآخرة لأن القلوب ديالهم تعلقت بالدنيا وبالدنيا فقط وبالدنيا فقط. وهذا المعنى راه كاين عندنا، فين كاين عندنا؟ كاين عندنا في كثير من الناس، منا ممن تعلقوا بالدنيا تعلقا كاملا، ما عنده استعداد يسمع الكلام على الموت. هذه الظاهرة موجودة، ما عنده استعداد يسمع الكلام على الآخرة لأنه ما دار حاجة مزيانة، ما عنده استعداد، كينفر من كل كلام موعظة، ينفر من كل آية تذكره بالله، نفور. هو هذا، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. طبيعة ديال الظالم طبيعة الله خبير بها، عليم بها، وعارف العقاد النفسية اللي عنده، وعارف التركيبة باش مركب. ولذلك يقول لك رب العالمين بأن هؤلاء الكفار دعواهم تخالف عقائدهم الباطنة، هذا الفهم اللي يفهمه، ويقولوا سيدنا محمد أننا نؤمن بموسى وأننا كذبة، لا يؤمنون بموسى أبدا، كذابين، ولا يؤمنون بالتوراة أبدا، بل هم حرفوا التوراة. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، شو التعبير ديال التفضيل، هذه الصيغة القوية، أفعل وبالإطلاق أحرص الناس، كل الناس بل بالعموم المستغرق لجميع أفراد الناس، يعني أشد الناس محبة الدنيا والعيش الأرضي يهود، يهودي بحيث أنه لو أنه يعني يدخل في واحد المأزق ديال الإذلال يعيش به، يعيش به مادم أنه حي. المسلم سبحان الله لا، ما عندوش هالطبيعة هذه، إلا من يعني مرض مرضهم، تصاب المرض ديال العجلية ديالهم. أما المسلم يعني نطلب الله العافية لنا ولكم، يعني من اللي كتوقع له الامتهان كيوصل واحد درجة معينة ديال الإذلال كتقد معه الحياة والموت، وكيف تضل الموت. وهذا الشيء كنشوفه راه الواقع العالمي كيعطينا هذا الخبر، هذا كتشوف الناس يقبلون على الموت. علاش؟ لأن تقدت عندهم، أذلوا أهينوا، كيقول لك بنقص من هذه الدنيا، اليهودي ما عندوش هذه، أذل أهينا كيقول لك نعيش واخا بالذلة والمهانة، مهم يعيش. يعني المسلمون حينما يعني يصابون بداء اليهودية العجلية يسلط الله عليهم العدو باش يصنع فيهم الرغبة عود في الدين، سبحان الله العظيم. يعني الأيام اللي كان فيها التذبيح البوسنيين والهرسك والألبان وإلى آخره، يعني سبحان الله العظيم واحد عدد ديال المشاهد، نطلب الله العافية لنا ولكم مسلمين أجمعين، عدد ديال المشاهد وقعت يعني ما كنتش كتدخل لي في بالي نهائيا، ما كنتش كنفهمها، يعني مسلم ما خصوش يوقع له هذاك الشيء، يعني بحيث أنه أرغموا أناس على يغتصبوا بناتهم، داير له السلاح فوق راسه باش يغتصب البنت ديالو ويغتصبوها، يعني شنو وقع له هذا؟ هذه عقيده عجليه تماما، ما فهمت هذا الامر هذا حتى جاب الله تعالى، يعني وشفت في بعض الندوات يعني اللي كنت حضرت ليها في الفكريه، وشفت الناس اللي حضروا يعني تلك المناطق، يعني من بعض الاساتذه اللي مشوا من هنا مدرسين في اطار السيسكو، هذه ديال التربيه والتعليم الاسلاميه، المنظمه الاسلاميه للتربيه والتعليم، وبعض الكتابات التحليلات اللي قريت على البيئه، انه يعني المرحله الشيوعيه اللي دوزوها في الاتحاد اليوغوسلافي السابق، يعني عدد كبير منهم دابت الاسلاميه ديالهم، ما بقاوش مسلمين، بقاو مسلمين غير سميات، غير واحد علي، واحد محمد، واحد احمد، واحد عبد الله، واحد فاطمه، واحد خديجه، ما بقاوش مسلمين.
بحيث انه يعني المراه البوسنيه بقات كتزوج بالصربي. الخمر عندهم عاديه، رمضان قليل اللي كان كيصوم فيهم، اذا فين الدين؟ ما بقاش. فلما ارتبطوا بالدنيا وداب الدين سلط عليهم الله تعالى البلاء. نرى الله تعالى لا يسلط البلاء على أقوام إلا إذا وصلوا مرحلة من المرض الاجتماعي اللي يمكن نسميه بالمرض المخوف، وكيعالجهم الله تعالى بالسنة الكونية، لأنه لما الإنسان ما كيطبقش السنة الشرعية كيعالج الله بالسنة ديال القوة، سنة الكونية. طيب إذا شنو كان يوقع؟ قلت لك موت موت وما تديرش هذه الفضيحة هذه. ولكن بدا ابن يحب الحياة في الذلة، هي العقيدة العجلية بالضبط. لكن الحمد لله عموم الأمة ما عندهاش هذا المرض. عموم الأمة واخا في الساق مسلمين وفي الجار، لما كيتمسوا في الكرامة ديالهم كيصبروش، ما عندهمش العقيدة العجلية، لأن يعني الحمد لله الخير باقي، الخير بالمعقول، الخير رغم مظاهر الفساد والانحراف، الخير باقي في الأمة. إنما الله تعالى كيحكي لنا هذا الشيء باش يعني الفساد والانحراف خطير أنه يتطور، لأن الأمراض تتطور من سيئين إلى أسوأ. والله قدر الله توصل لواحد المرحلة ديال اللعودة صافي، كيجي القدر الإلهي أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. كسا ربي كيقول لك ما عندي ما ندير بهذا النوع ديال البنادم، كيبدل الجيل، كيمسح هذاك الجيل بزلزال أو بوباء أو بمذابح ويأتي بجيل جديد. راه فين ما شفت شي أمة تباد عرف بأن الجيل السابق ما دارهاش مزيانة، وصل لمرحلة ديال إغضاب رب العالمين، وأهل الخير انعدموا فيهم. وإنما ترحم الأمة بأهل الله القابعين فيهم العاملين بالخير الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. لذلك الله عز وجل جاءنا بهذه الآيات الدواء، دواء وصفة طبية للنفس والمجتمع، يعني ربي ويبني لنا النسيج الاجتماعي بتذكيرنا بما أصيب به بنو إسرائيل من آثار هذه العقيدة العجلية، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة. حقيقة راه في طرف الإنسان يحب الحياة، واللي كيولي يكره الحياة راه ولا مريض، يعني كيكره الحياة بلا 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 دواعي معقولة، هذا مريض مريض. ولذلك الله يستر اللي انتحر صافي، كيكون هذا إنسان وصل لمرحلة ديال المرض، مرض مديني أو نفسي نيت، وهما متداخلان على كل حال. ولا تجد أنهم أحرص الناس على حياة، الإنسان يحرص على الحياة وما كاينش اللي ما يحرصش على الحياة، إنما المؤمن حينما يحرص على الحياة يحرص على الحياة ما دامت كريمة، لكنها إذا هانت لا يحرص عليها، لا يحرص عليها. لأنه يعني المؤمن ماذا يحب من الحياة؟ المؤمن أخروي ماشي ديال هنا، المؤمن الحقيقي ماشي ديالنا ديال ليه، يحرص على آخرته، وإنما حرصه على الدنيا بما هي أدوات يبني بها الآخرة، لأن الدار ديال الآخرة باش تبنيها يعني داك المواد البناء كاينة هنا، وهي الأعمال التي تنجزها أيها العبد، لأن تما ما عندك باش تبني، تما الأعمال ما كيناش، والأعمال هي التي تبني آخرتك، والأعمال إنما هي هنا، لأن الدار الدنيا دار التكليف دار العمل. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ويكفي يكفي أهل الكتاب أن يكونوا كالذين أشركوا، لأن المشرك إلى حرص على الحياة شيء طبيعي طبيعي، لأنه المشرك المشركون العرب ما كانتش عندهم عقيدة اليوم الآخر، ما كيأمنوش بالبعث في خطرة. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، ما كيأمنش بأنه كاين الحياة من بعد، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، ما لا يؤمن بشيء اسمه البعث والنشور، هذو هم المشركون. ولكن انتم آل هود كتقولوا بلي راه كاين الموت وكاين من بعد الموت الحياة وكاين الآخرة وكاين الجنة وكاين النار، يوم مالك راسك في الدنيا كما لاصقين فيها الذين اشركوا، الى داروها الذين اشركوا واتتهم مناسبتهم، يعني كيقول لك ودي الاخره ما كايناش والله ما يشد في الدنيا. فشيء عجيب ان يقارن الله بين اليهود وبين الذين اشركوا، وتلك سبه فيهم. ولا تجدنهم احرص الناس على حياه، تجوزوا حتى المشركين ومن الذين اشركوا،
ومين ديال التبعيض؟ يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، لو أن الله تعالى يعطيه العمر ديال ألف عام، يوم من بعد ألف عام ستموت، وبعد ألف عام ما هي ألف عام؟ شنو هي ألف عام في ميزان، في ميزان الأرض يعني العمر ديال الأرض؟ ستموت. وما هو بمزحزحه من العذاب أي عمر؟ وعبر بهذه الزحزحة زعما بحال شي حجرة ثقيلة مهودة لجهنم، شكون اللي قاعدها من جهنم؟ لن يتزحزح عن النار، بل هو غارق منبطح فيها والعياذ بالله. يعني كونه غادي يعيش طويل ما تكفيش، وليست وسيلة لتقيه من النار، أي أنه مهما طال عمره مآله في نهاية المطاف جهنم. بئس الحياة، بئس الحياة اللي يعيشها بنادم وهو موعود في نهايتها بالجحيم. يعني الحياة كلها عذاب. شوف تصور واحد تنتظره مصيبة عارفها، يعني قبل ما توقع لديك المصيبة كيبقى عايش في العذاب، عذاب ديال انتظار العذاب. من أشد العذاب انتظار العذاب. طلب الله العافية لنا ولكم، شي واحد يعني غادي يواجه واحد المشكلة غدا ولا بعد غدا، عنده معها موعد مشكلة وخلص تكون بسيطة، وكيبقى بندم محن مع ديك المشكلة، ما كيرتاح حتى كدوز. فلذلك هذا الوعيد اللي خبر به الله تعالى يعني كيعطيهم عذاب نفسي في الدنيا وعذاب حقيقي مادي في الآخرة. يعني الحياة عذاب الدنيا والحياة الآخرة عذاب، يعني حقيقة يعني أسوأ أسوأ أحوال عند الإنسان هي أحوال الكفار. الكفر تعيس، كفر تعيس جدا. ولذلك كل الكفار وبدون استثناء، واللي بغى يدرس هذه الظاهرة الاجتماعية يمشي يدرسها، كي يتناولوا مخدرات من شتى الأنواع، ماشي المخدرات يعني هذيك اللي دروك الحبوب ولا الحشيش، من غير هادشي. وراهم هما اللي هما اللي مبليين به أكثر من المسلمين، لكن عندهم واحد نوع آخر من المخدرات، هو التمتع باللذة. مفهوم اللذة دايرها فلسفة، فلسفة دابا كاينة في أوروبا وفي أمريكا. مفهوم اللذة، اللذة هي واحد النوع ديال التخدير باش ينسى العذاب النفسي ديالو ديال القلق ديال الموت. يعني اليهودي ولا النصراني لا يحب أن يتذكر آخرته ولا يحب أن يتذكر الموت. ولذلك كثير من كثير منهم سبحان الله العظيم واحد الدائرة عجيبة جدا، أنه كيوصلوا واحد السن معينة كيبداو ينتحروا. علاش؟ ما مستعدينش يشرفوا، كيكره يشرف، ما عنده ما يدير بها، يعني يعيش مع حدو شاب ملي يشوف راسه بدا يتكمش كيكره نفسه ويضيق يضيق يضيق ينتحر. أما يعني الشيء العجيب جدا أنه يعني يتسلى، شوف سبحان الله كتلقاه كيضحك كيضحك باش ينسى الموت، ولذلك يتمتع ويتجول ويدير جميع أنواع المتع، يعني لا شعوريا كيبغي ينسى الحقيقة ديال الفناء. المؤمن والحمد لله كتولي الموت عنده متعة، وهذا هو الشيء العجيب. النقائض تجتمع في دين الإسلام، النقائض الأشياء مضادة الموت اللي هي الفناء كتولي راحة عند المؤمن أنه كيعيش بها. عقيدة اليوم الآخر عندنا راحة، جمال الموت كتولي جمال، عقيدة عندها جمال حياة الإنسان المؤمن، أنه كيعرف كاين الموت، ولذلك يعيش الحياة ديالو متوازنة، يعيش الحياة متوازنة وكيعيشها بالراحة، لأنه حقيقة لكل ما كيناش الموت راه مشكل، مشكل كبير جدا، يعني كل شيء غادي يولي قاطع طريق. ولذلك يعني الناس عندهم سكينة وعندهم أمن، يعني كيتمتعوا بالأمن الروحي بسبب الإيمان، لأنه حتى لما لقى الحساب دياله هنا مزيان كيعرف راه كاين الحساب في الآخرة. ما قدرش يوصل لواحد الظالم أنه يقتص منه، كيقول كاين الله كان دعيه ليه وعنده اليقين بأن دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب، كيقول كاين الله والحمد لله. الناس المغاربة كيقول الحمد لله على الموت، والحمد هو إحساس بالنعمة. علاش كتحمد؟ إحساس بالنعمة، الموت نعمة، نعم نعمة، هي مصيبة في الحديث، لكن باعتبار أش؟ باعتبار الفراق، مصيبة الموت لأنها فراق. أما الحقيقة القدرية ديالها رحمة، الموت رحمة، وما أمات الله عبدا مؤمنا إلا برحمة منه جل وعلا. واليهود يكرهونها، ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة، لأن الميزان مقلوب. ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يعني الحياة الجميلة التي يعيشها المؤمن هو أنه يعتقد
بأنه يموت مرة واحدة ويحيا أبدا، ما عمره ما يعود يموت. فالمؤمن إذن حينما يعتقد جازما بأنه يعيش الحياة الهنيئة الرغيدة بعد الموت، يعيش متمتعا في الدنيا غير معقد من الموت. الموت عنده مصيبة، مصيبة من حيث هي فراق، لكن ما معقدش منه، ما عندناش عقدة سميتها الموت عند الكفار. هذه عقدة فعلا عند اليهود وعند الكفار وعند المشركين، هذاك مرض ديالهم، لكن لا يكون عند المسلم إلا إذا أصيب بالعقيدة العجلية. أقول قولي.